أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سأشرح محفظة الموقع، موقع ستيميت. يجب على الأعضاء أن يفهموا طريقة عمل الوالت هذه أو المحفظة، طريقة السحب، الإيداع، الشراء إلى غير ذلك. أردت يعني أن أقوم بشرحها منفصلة حتى يعني يفهمها الأخوان جيدا. إذا بالنسبة للأشخاص اللي مازال ما أضافونيش، يعني هذا هو الحساب تاعي، سأضعه أسفل الفيديو. ولكن أولا قبل البدء إخواني، قبل البدء في الشرح، هناك أمر دائما أنسى أن أذكره، وهو الربح من المنشورات. يجب أن تفهموا أن الربح من يعني المنشورات لا تأتي بأرباح مدى الحياة، ليس مثل اليوتيوب مثلا. أشخاص عندهم فيديوهات منذ سنة، تقريبا 3 سنوات، ما زالت تجيب له أرباح. هنا لا، الموقع المنشور عنده مدة، لكن بالضبط كم يعني ما عنديش فكرة. في اللاحق إن شاء الله نشوف كم يدوم المنشور، يعني شحال يبقى هو يجيب لك أرباح ثم يتوقف. احنا نعمله مثلا على سبيل المثال 3 أيام أو 4 أيام، هي يعني من المفروض أنه ما يفوتش أسبوع، لكن احنا نقوله 3 أيام أو أقل أو أكثر، لا أدري بالضبط. لكن الأهم النقطة المهمة هي أن المنشور ما يجيب لك أرباح دائما مدى الحياة، وإنما مؤقت. هذه يجب أن تأخذها بعين الاعتبار. بالنسبة قبل البدء أيضا، كما ترون يعني الحمد لله يعني المتابعين بدأوا يزيدون الحمد لله. سنقوم بإنشاء مجموعة إن شاء الله هذه الأيام، ربما اليوم، غدا، بعد غد. المهم مجرد أنني أقوم بإنشاء المجموعة هذه سأنشرها على حسابي على الفيسبوك وستيميت، ويمكنكم الانضمام. إذا نبدأ بسم الله. الآن نبدأ في شرح الولد. يعني هذا هو الحساب. أنت باش تجد الولد تذهب للصورة، تضغط على بلوك، كما ترون بلوك، تذهب إلى الولد. الولد أخي الكريم، تجد هنا ثلاث أرصدة شرحتهم قبل، ما يعني لا داعي لعدم لشرح هذه الأمور من جديد. بالنسبة لستيم، ستيم أخي الكريم، بعد ما تحصل على ستيم كيف تحصل عليها؟ تحصل عليها هنا، يعني بعد يمكنك إيداعها، أو بعد ما تحصل على الأرباح التي تأتيك من المنشورات من ستيم دولارز، يمكنك أن تنقلها إلى هذا الرصيد ستيم. المهم نحن نبدأ بستيم. ستيم هذه الأمور ماذا تفعل؟ ترانسفير أخي الكريم، تضغط عليها، يمكنك من خلالها إرسال مبلغ من ستيم إلى أي شخص تريد. مثلا تريد أن ترسل لصديقك مثلا 22 حبة ستيم، تضغط على لا عفوا ليس هنا، هنا تو شخص، يعني لمن تريد الإرسال. مثلا تريد الإرسال، تكتب هنا حساب الصديق، الحساب الموجود هنا في الأعلى، ليس الاسم تاع الحساب أخي الكريم، دائما الذي يبدأ برمز الآت أو الأروباس. تكتب اسم الشخص هذا الصديق، تضغط على الأماونت مثلا 11 حبة، اكتب لي انسفيشنت فاند، يعني الرصيد غير كافي، ما عنديش ستيم بالتالي ما نقدرش. المهم بعد ما تكتب هنا العدد، تضغط على سبميت، هذه لا تهم، يعني لا يهم، تضغط على سبميت، يرسل الستيم على الفور الى صديقك ولا توجد رسوم. يعني هذه طريقة ارسال ستيم الى صديق من حساب لاخر. عفوا، ترانسفير تو سيفينغز، هي الارسال الى هذا الحساب، حساب سيفينغز. هنا كما قلت هذا ريبا، يعني احنا لا يهمنا. تضع هنا اي مقدار من الستيم تريد، وبعد عام يعطوك ارباح عليه 10%، الله اعلم، في كل عام. بالتالي هذا بالنسبه لي ريبا، انا لا يهمني. الباور اب، هو تضغط، اذا ضغط على الباور اب تقوم بارسال كل الستيم هذا، ما تشاء من ستيم، الى ستيم باور. ستيم باور شرحنا ما هي، هو الرصيد اللي يخلي الحساب تاعك قوي. يعني كل ما كان عندك الكثير من ستيم باور، تكون الضغطة تاعك الاب فوت او التصويت عالي، يعني يجيب لك ارباح، ويجيب للشخص اللي ضغط له اب فوت ارباح. اذا هنا تضغط على باور اب، وعفوا عندي الفأرة راهي فيها مشكل. نعم، هنا الحساب تاعي، تضغط على مثلا 22 حبة أو 100 أو 1000، أي عدد ممكن من ستيم، تضغط عليه، تكتبه هنا، وتضغط على باور أب، فترسل هذا المبلغ من ستيم إلى ستيم باور. هنا تزيد المقدار. بالنسبة لباي، باي يمكنك الشراء، تشتري يعني العملة، تشتري وتبيع العملة على الموقع.
عادي يعني تشتري وتبيع عملة ستيم مباشرة من الموقع. هنا تكتب عدد ستيم الذي تريد شراءه، بماذا تريد شراء، بالبيتكوين أو بأي عملة تريد، هنا يعني موجودة في هذه القائمة، وتكتب الأدرس الخاص بك وتضغط على Get Deposit Address. يعني يجي لك هذا your receive address، يعني الأدرس اللي تستقبل عليها، وكي تضغط عليها مثلا نقوم بالعمل تجربة، مثلا نظن أن الأدرس غير المهم، تضع الأدرس اللي تستقبل عليها هنا وتضغط على get deposit address، تحصل على يعطي لك يعني المحفظة اللي ترسل لها. نظن أنه مفهوم هذا الأمر. إذا نعود إلى الستيم، نعود إلى نعم هنا الماركت، هنا السيل أو باي نفس الشيء، تبيع وتشتري. هنا الماركت يعني السوق، يمكنك تداول الستيم عليه يعني عادي. هذه أمور يعني ما تهمكمش وما راحش تنفعكم الحقيقة. حنا يهم اللي تهمنا هي ترانسفير وباور أب، الأمور الأخرى غير مهمة. الآن ننتقل لستيم باور. ستيم باور أخي الكريم، إذا أردت أن تضغط على يعني تسحب من ستيم باور، تضغط على باور داون، يوصلك مقدار نسبة لا أدري يعني بالضبط كم، لو أعلم 10 أو 15 أو 20%، توصلك بعد أسبوع. يعني كل أسبوع تقدر تسحب، ما تقدرش تسحب يومي، كل أسبوع. هذه الأمور كلها يعني يعملوها من أجل الحفاظ على العملة وعلى هذه الأمور. نعم، تضغط على باور داون و يعني هنا تضع الباسورد، تدخل يعني تسحب عادي، أمام يعني لا داعي لأقوم بوضع الباسورد. إذا هنا تقوم بسحب الستيم باور إلى الرصيد كما قلت لكم، وتستطيع السحب كل أسبوع، يعني بعد ما تسحب بعد أسبوع باش توصلك، ما توصلكش على الفور. هنا باي، تريد أن مثلا تشتري ستيم باور مباشرة من دون أن ترسل من ستيم، نفس الشيء يعني نفس الطريقة اللي شفناها قبل قليل، تشتري مثل ما تشتري ستيم. هنا ستيم دولارز ترانسفير أخي الكريم، هي تستعملها لإرسال ستيم دولارز إلى أي صديق كما شفنا قبل قليل مع ستيم. أي صديق يمكنك أن ترسل له ستيم دولارز على الفور ومن دون رسوم كما شفنا مع ستيم. ايضا ترانسفير تو سيفينغز، يمكنك ارسال ستيم دولارز الى يعني حسابك على ستيم دولارز هنا من اجل الفائده، هذه ربا كما قلت ما يهمناش. الماركت يعني يمكنك تداول ستيم دولارز ايضا، او كونفرت تو ستيم، كل هذا المبلغ اللي راه عندك انا مثلا 100 دولار، تضغط على كونفرت تو ستيم وتحوله، تكتب كم تريد، كم لديك من ستيم، وتضغط على كونفرت فينتقل إلى عملة ستيم، يأخذ ربما 4 أيام لما أعتقد أو 3 أيام حتى يدخل الحساب. أيضا ماذا لدينا؟ لدينا نعم باي وسيل نفس الشيء، تبيع وتشتري عملة ستيم دولارز. إذا هذا هنا لا تهمنا، تسحب الفوائد من هنا. هذه هي يعني الأمور اللي أردت أن أشرحها بخصوص المحفظة. نظن الآن كل شيء مفهوم إخواني الكرام، بعد ما تبدأوا في تحقيق الأرباح، يعني الآن شفتوا هذا الفيديو، على بالي يعني تشوفوه فقط من أجل المشاهدة لأنه ما عندكمش رصيد إلى ذلك. ربما هناك بعض الأشخاص يريدون الإيداع الآن أو شيء من هذا القبيل، لكن بعد ما يعني تبدأون في تحقيق الأرباح يعني يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو من جديد، و يعني العمل بواسطته والسحب والنقل أو بفعل أي شيء تريد. إذا كانت هذه أو كان يعني هذا الموضوع كل ما جاء في هذا الفيديو. نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا. كما قلت لكم إخواني الكرام، يمكنكم إضافتي على موقع ستيم، سأترك رابط حسابي أسفل هذا الفيديو، وأيضا رابط حسابي على الفيسبوك لمن لديه أسئلة أو استفسارات إلى غير ذلك، يمكنك إضافتي و يعني طرح أسئلتك أخي الكريم، سأحاول الإجابة عنها قدر المستطاع. لا تنسوا الضغط على لايك أو ديسلايك حتى أعرف هل يعني الفيديوهات هذه تعجبكم، هل سأواصل يعني تسجيلها أم لا، والإعجاب بالصفحة أو الاشتراك إخواني الكرام.
حتى يصلكم الجديد. تبقى لي الآن أن أشكركم جزيل الشكر على المتابعة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.